مبارك هنادي لك ولكل الزملاء ولشاشة التلفزيون العربي التي ما زالت تغطي أهوال هذا العدوان وهذه المحرقة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة، ونحن نسمع على المدى هذا الصوت للمسحراتي الذي يحاول إيقاظ الناس ويحاول يعني الاستمرار بهذه المهنة التقليدية المعروفة بالطقس بأحد طقوس الشهر الفضيل في كل العالم الإسلامي تقريبا، وتزامنا مع وقت تحضير السحور في كل مناطق وأرجاء العالم الإسلامي. كانت هناك غارة إسرائيلية تستهدف أحد مناطق مدينة رفح، لم توصل حتى اللحظة، لكن يمكن مناطق شرق مدينة رفح أيضا غارة أخرى على مخيم منصرات إلى الشمال الغربي من المحافظة الوسطى. عدا عن ذلك لم تكن هناك تحديثات خلال الساعة الأخيرة، وأيضا أمام ذلك نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الناس مع حلول هذا الشهر الذي يحتاج فيه الناس لكميات أكبر من نعم، الأغذية استوقفك أحمد. والأطعمة يعني نحن والاستهلاك نسمع يكون أكبر. صوت المسحر وهو يحاول إيقاظ الناس لكي يقوموا بالسحور، يعني على الرغم من كل هذه الظروف يصر الغزيون على ممارسة طقوس رمضان كما جرت العادة سابقا. نعم بالفعل، يعني طقوس غزة، وتحدثت أثناء المداخلات السابقة، مختلفة تماما عن المناطق الأخرى. الطقوس في معظمها بالتأكيد فقدت وستفقد خلال الأيام القادمة، سواء طقوس الطعام، الطقوس الدينية، طقوس التجهيز لقيام الليل، طقوس السحور، وكل تفصيلة في شهر رمضان لها نكهة مختلفة هنا في قطاع غزة نفتقدها حقيقة بكل أسى ونشتاق إليها. لكن بطبيعة الحال يحاول الناس هنا يعني إبداء ما يمكن إبداءه من بعض الطقوس وتنفيذ بعض الأشياء التي يمكن تنفيذها في ظل المآسي الكبيرة التي يعيشونها هنا، في محاولة مثلا لإفراح الأطفال وإسعادهم في ظل ما يعيشونه من عدوان متواصل. لكن بطبيعة الحال نحن نتحدث عن واقع مر ومأساة أكبر من أي حالة كسر للصورة الموجودة والصورة النمطية للعدوان المتواصل وصورة القتل الجماعي وتدمير البنية التحتية وتدمير الواقع الاقتصادي. شهر صعب ويزيد مأساة الناس حتى النفسية، لأنهم كانوا يعيشون في ظروف مختلفة، في طقوس مختلفة، وفي أجواء من الارتباط الاجتماعي وجمعة العائلة التي تعرف بها غزة وتعرف بها فلسطين. كل ذلك سيفقد خلال الأيام القادمة في ظل الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين أشهر حرم ولا تفرق بين أشهر فضيلة وأوقات لها يعني حدود دينية خاصة. وكما سمعنا قبل قليل كانت الغارة في ذات توقيت السحور، من الممكن جدا أن نشهد غارات إسرائيلية ومجازر وقت الإفطار، وقد شهدنا ذلك في عدوان سابق وفي كل الجولات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة سابقا. لا تفريق في الدم الفلسطيني مع الاحتلال، الاحتلال يستهدف الجميع ويقتل الجميع ولا يفرق حتى في التوقيت وفي الظروف، لكن المأساة تمتد وتتواصل والصورة كما هي وتتفاقم أيضا مع استمرار